برضو عايزة أرجع للدكتور عمرو وأعرف إيه اللي توقف أمامه في هذه القرارات الأخيرة للسيد الرئيس. يمكن في البداية نحب نوجه تحية تقدير وإجلال للدولة المصرية في تعاملها مع ملف أزمة الفيروس الكورونا. يمكن نقول إن في قرارات استباقية واحترازية القيادة السياسية أخذتها جنبت مصر كتير من مشاكل بنشوفها في دول تانية، ونوجه طبعا تحية شكر وتقدير للسيد الرئيس، لأن احنا نقول إن هي ده دافع يعني دفع معنوية ومادية للأطباء، ونأكد إن احنا نقول إن دور الأطباء والتمريض وكل الفريق الطبي هو واجب وطني وواجب إنساني قبل ما يبقى إن هو وظيفة بيتقاضى عليه إن هو مرتب أو إن هو أجر. وطبعا ملفت للنظر الظروف الاقتصادية العالمية ويمكن الظروف الاقتصادية برضو اللي بتمر بها مصر، فإن القرار يتاخد في هذا التوقيت يدل على حرص السيد الرئيس على المنظومة الطبية كلها في مصر. وده مش مستغرب يمكن على القيادة السياسية في مصر، ان احنا لو بصينا للصورة كاملة هنلاقي ان القرار ده بيكمل الاهتمام بصحة المواطن المصري من اول المبادرات الرئاسية، من اول البدء في تنفيذ التأمين الصحي، فبعد كده لتشجيع الطاقم الطبي، فنقدر نقول ان الصورة بتكمل لتحسين الخدمة الطبية اللي بياخدها المواطن المصري. ممتاز.